أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات حل الترجمة تالتة ثانوي لألفين واحد وعشرين. في الفيديو بتاع النهاردة هنحل Open General Exercise على يونت 11 و12 زي ما احنا متعودين كده، كل وحدتين بنحل Open General مع بعض مجمعين. الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هيكون بسيط وسهل، بس قبل ما نبتدي حابب أنوه عن حاجة. من 3 أيام كده تقريبا أعلننا هنا على القناة وفي جروب التليجرام عن مجموعة جديدة هتبتدي، دي بقى للناس اللايصة، عشان انا عارف الفترة اللي فاتت ناس كتير بدأت تفوق كده وحست انها ضايعة ولايصة، في ناس حصلت مشاكل معاها في السناتر وكده. دي مجموعة هتبتدي المنهج من اول السنة خالص، دي مجموعة برايفت هتبتدي من يونت 1، بس دي مش هتبقى فيها اي هزار، دي هتبقى جد الجد، هتبقى 3 حصص في الاسبوع و3 وحدات في الاسبوع، فهتبقى محتاجة مجهود محترم علشان الناس اللي لسه بتحاول تبتدي دي دلوقتي لازم فعلا تشد حيلها لو هي عايزة تخلص في وقت كويس وعايزة تلحق تراجع. المجموعة دي تفاصيلها هتلاقوها في الكوميونيتي هنا على القناة، هتلاقوا فيه بوست على الكوميونيتي وهتلاقوا فيه تفاصيلها كلها في جروب التليجرام، لينك الجروب موجود في الوصف هنا وموجود في الكوميونيتي. ده اللي محتاج حاجة زي كده يدخل ويشوف التفاصيل ويتواصل معي. يلا نبتدي الفيديو بتاعنا على طول بيونت 11. أول جملة عندي بيقول These two shirts have no odd colors but I like this one best. طيب أنا هنا بقارن بين 2 تي شيرت أو 2 قميص وبقول هما الاثنين ليهم color متشابه ولكن أنا عاجبني ده أكتر. طب ليه أنا قلت متشابه مش مختلف؟ يعني لو هو مختلف مش هيتكلم عنهم هما الاثنين ويقول ولكن انا عجبني واحد اكتر من التاني، هي كل واحد هيبقى حوار مختلف. طيب هنا اختار ازاي؟ هقول have alike colors، لا alike واي صفة اولها لازقة فيها كده زي alike وahead وalong وashore الحاجات دي ما بيجيش بعدها موصوف، ناخد بالنا من الحتة دي. ما ينفعش اقول asleep people، هتقول sleeping people أو تقول people who are asleep مثلا. المهم بتيجي في النهاية، فما ينفعش هنا أقول I like colors. same تبقى محتاجة the same colors نفس. akin مكتوبة أصلا ملهاش معنى معنا هنا خالص. similar colors يعني ألوان متشابهة وهي الوحيدة اللي تنفع. the teacher is not with our progress but he thinks we can do better. المدرس راضي يعني ماشي مش متضايق ولكنه يعتقد ان احنا ممكن نأدي احسن من كده، عندنا احسن من كده نطلعه. يبقى satisfied راضي ولكن مش amazed مش مندهش مثلا ومش مصدوم ولا fulfilled يعني راضي بس اللي هي ايه خلاص انا مش عايز اكتر من كده، لا satisfied يعني اوكي راضي بس انا شايف ان انتم ممكن تعملوا احسن من ده. A high proportion of people in the caring not are well. كلمة proportion يعني نسبة، مش يعني النسبة أو الكمية معينة، كمية هنا عالية أو نسبة عالية من الناس اللي شغالة في caring not are women. هنا هو يقصد بيها الوظائف caring professions. زي إيه caring professions؟ اللي هي فيها رعاية للحد، رعاية لكبار السن، رعاية المرضى، مثال التمريض مثلا، الأطفال بتاعة الحضانة، التدريس بتاع الحضانة والابتدائي. فبيقول لك النسبة الأكبر من الناس اللي في الوظائف دي ستات. تمام ده معنى الجملة. The island has a not electronic industry. Electronics يعني إلكترونيات يعني أجهزة. Industry يعني صناعة. In which needs more investments. ممكن نسيب in which دي in خالص هنخليها which بس. يبقى which needs more investments. مين اللي محتاج investment؟ الصناعة. طيب الصناعة محتاجة استثمار ليه؟ عشان تكبر. إذن الصناعة مش كبيرة. مش كده؟ طيب عندنا هنا rich يعني غني. و teenage يعني مراهق. و mature يعني ناضج. يعني ممكن تبقى حد كبير في السن وممكن تبقى حاجة ناضجة وحاجة كبيرة متأسسة كويس. immature يعني غير ناضج عكسها وبرضه ينفع يبقى على حاجة لسه مبتدئة أو حاجة لسه محتاجة وقت عشان تكبر زي الصناعة مثلا.
فدي ممكن نختار فيها immature، لأن هي لسه صناعة مبتدئة أو صناعة صغيرة ومحتاجة استثمارات كبيرة عشان تزيد. I would strongly not buying a good quality bicycle rather than a cheap one. هنا أنا بأقترح على حد أو بأوصي حد إنه يعمل حاجة أو يشتري حاجة، يبقى I recommend buying. The fashion house has spent more than 3 million pounds on Nuot for the new brand. Fashion house ده يعني اللي هو مكان للتصميم، يعني ماشي، معرض مثلا تصميم أزياء. فالمهم بيقول لك صرف حوالي 3 مليون جنيه على ايه بتاع البراند الجديد، المنتج الجديد اللي هو عامله، عمل دعاية ليه، صح؟ دعاية او ترويج، واحنا اخدنا من معاني كلمة بروموشن اللي هي ترويج، ترويج للمنتجات زي الاعلانات. فهو صرف 3 مليون على الترويج بتاع البراند الجديد بتاعه. There is a lot of not information in the report that you could cut out. Cut out يعني نرميها، نشيلها، نحذفها. طيب انهي معلومات اللي نحذفها، معلومات مهمة ولا معلومات ملهاش لازمة؟ تمام، المعلومات اللي ملهاش لازمة دي ممكن نقول عليها زايدة عن الحاجة، ودي من معاني كلمة redundant. redundant معناها زائد عن الحاجة، يعني مش محتاجه، عندي منه كتير. فالمعلومات اللي زايدة عن الحاجة اللي هي ملهاش لازمة ممكن نعملها cut out أو نحذفها. It is said that it's no not bringing up child on your own. بيقول لك يقال ان موضوع انك تربي طفل او ابن لوحدك on your own بمفردك ده موضوع no not. no not يعني مش كذا، فهو موضوع مش سهل، موضوع مش هزار، صح؟ يبقى it's no joke. no joke يعني مش هزار، يعني موضوع صعب، يعني موضوع مش بسيط. تمام؟ It's no joke. My father advised me that my time should be not in learning a new skill. بيقول الوقت بتاعي لازم يتعمل له حاجة في تعليم المهارة الجديدة أو مهارة جديدة. هل should be wasted يضيع؟ خدوا بالكم كلمة wasted معناها يضيع في حاجات فاضية، يعني مش معناها يقضي، لا معناها يضيع. طيب captured نكسر الوقت أو نقبض عليه، employed يوظف ولا applied؟ طيب احنا هنا عندنا الحرف الجر ان، وعندنا الافعال او A و C مستبعدين تماما، B و D مين هينفع فيهم؟ اللي هي employed. طب ليه؟ لان انا عندي حاجة بوظفها عشان اعمل بيها حاجة تاني. زي كان في جملة ان في طريقة تعليم او طريقة تدريس فالمدرس بيوظفها عشان يدرس بيه، employ. هنا انا لازم وقتي اوظفه في تعليم حاجة جديدة او سكيل جديدة انا استغله. تمام، فده فعل employ. My 9 month old brother has not from baby food to solid food. طيب دي مش معنى، يعني المعاني اللي هنا، المعاني اللي انتوا عارفينها مش هتفهموا الجملة ماشية ازاي. في معنى تاني لكلمة graduated، معناها انتقل من مرحلة لمرحلة، مش بس اتخرج من الجامعة. فهنا اخويا الصغير الرضيع ده graduated from baby food to solid food، طلع من مرحلة شرب اللبن الى الاكل السوليد، الاكل الناشف اللي احنا ممكن ناكله. تمام، فهو هنا اترقى من مرحلة لمرحلة، graduated من مرحلة لمرحلة. خلاص، دي من ضمن معاني كلمة graduate كفعل. Have you got a match؟ match هنا مش match، match هنا معناها عود كبريت. بيقول له هل معاك عود كبريت؟ قال له I have left my knot at home. بنعمل ايه بعود الكبريت؟ بنولع بيه. فبيقول له انا نسيت اللايتر اللي هي الولاعة بتاعتي في البيت. ده الشخص التاني بيتكلم او نفس الشخص اللي بيتكلم، whatever. المهم انا نسيت ولاعة السجاير، هل اختار cigarettes lighter الاولى ولا cigarette lighter ولا cigarettes lighter اللي هي C ولا lighter for cigarettes؟ بصوا الاولى دي cigarette lighter يعني الولاعة بتاعة السجارة،
يعني الولاعة ملك السيجار. طيب سيجارة لايتر يعني ولاعة السجاير. هنا السيجارة دي كده اللي في الأول دي يعني إيه الحاجة العامة، ودي ولاعة السجاير. طيب سيجارة سلايتر بالإس ولا من غير الإس؟ ده الاختلاف بين بي وسي، هل نحطها ولاعة سجاير ولا ولاعة سيجارة؟ ولا لايتر فور سيجارتس؟ لو أنا عايز أقول ولاعة بتاعة سيجارتس هيبقى لايتر أوف سيجارتس مش فور، فإحنا هنستبعد A و C. A و D عندنا هنقول سيجارت لايتر ولا سيجارتس لايتر. طيب أنت دلوقتي لما بتتكلم على حاجة بشكل عام، لما لو عايز تقول ولاعة سجاير بشكل عام، ما بنجيبش الاسم الجامع، ما بنقولش سيجارتس لايتر، بنقول سيجارت لايتر على طول. ليه؟ لأن السيجارت هنا أنا ما بتكلمش على واحدة بالعدد أو مجموعة، بتكلم على البراند، على الحاجة بشكل عام، على النوع كله، فاهمين؟ يعني شاحن موبايل، ما بقولش موبايلز تشارجر، بقول موبايل تشارجر على طول، رغم إن الشاحن بتاع كل الموبايلات أو زي بعض، كلهم زي بعض، لكن بقول عليه موبايل تشارجر، اسمه نوعه، نوعه كده، مش بحدده لشيء معين. فدي ولاعة سجاير مش بحددها لنوع سيجارة معين، فسيجارت لايتر نمرة بي. فهمتوا الدنيا جت ازاي؟ I made him not what I had told him. انا خليته يعيد اللي انا لسه قايله له عشان اتاكد ان هو عارفه. يبقى I made him، بعد made him بيجي مصدر الفعل. I made him repeat what I said، بعد make ومفعول به مصدر الفعل. Not entering the hall, he found everyone waiting for him. نعتقد احنا شرحنا الحتة دي كتير قبل كده، اللي هي on. On entering، on بعدها ing، معناها بمجرد دخول، أول ما دخل وجد كل الناس مستنيينه، مستقبلينه يعني. خلاص؟ on هي اللي بيجي بعدها ing وده معناه. If you are a good boy, if you are a good boy, we will let you know on television tonight. هنا كان فوق عندنا في 12 make you أو make him، هنا let you، we will let you برضو مصدر الفعل، we will let you watch، بس هنسيبك تتفرج يعني. Do you know a cake؟ هل تعرف إزاي تعمل كيكة؟ يبقى do you know how to make a cake؟ تمام؟ ناخد بقى. I spoke kindly to him, not him. دلوقتي أنا اتكلمت معاه بعطف. ليه؟ عشان مخوفوش. فعل عندي frighten يعني يخيف، أنا مش عايز أخوفه، فأنا بقول اتكلمت معاه بعطف لكي لا أخيفه. في الاختيارات حاجتين تنفع هنا، so as not to frighten him أو not to frighten him على طول، لأن so as و not يعني so as to و أو so as not to و to أو not to كلهم متساويين على حسب طبعا إثبات ولا نفي. فأنا لما أقول so as not to frighten بتساوي not to frighten، ما أعرفش ليه جايبهم مع بعض يعني. He came to the party he hadn't been invited. هو جه الحفلة برغم إن هو مش مدعو. تفاصيل، يبقى برغم من اللي هي although، وبيجي بعدها جملة كاملة. Also he hadn't been invited، دي فاعل وفاعل وهكذا. I missed the train home last night. والتاني بيقول له so كذا، كلام عن امبارح last night، فأنا مش هستعمل الأولى ولا التانية. هل أقول so I did ولا so did I؟ طبعا هنقول so did I، هنقدم المساعد عن الفاعل، وكذلك أنا. We will be not home tomorrow if you would like to call. احنا هنبقى في البيت لو حابب تتصل بينا بكرة. تمام؟ هنا عايز بس بيختبرنا في حروف الجر، لما يبقى الشخص في بيته تمام اللي هو home، يبقى at home مباشرة من غير ذا ومن غير إن. at home يبقى هو في بيته في موطنه، حتى لو بيتكلم واحد كان مسافر ورجع بلده يبقى هو حاليا at home في موطنه، خلاص بدون اي حاجة تاني. Not he earns the more he spends. في قاعدة كتبتها السنة اللي فاتت في المقارنة اللي هي بيقول ذا كذا ذا كذا، الكذا دي بتبقى صيغة المقارنة بين اتنين،
يعني the more you eat the bigger you become. مثلا the more he earn أكتر حاجة، كل ما يكسب أكتر the more he spend، الجملة بتاعتنا كل ما هيصرف أكتر. فالقاعدة بتاعت ذا كذا ذا كذا دي وبيجي معاها صيغة تفضيل بين اتنين اللي هي bigger more thinner أي حاجة، والناحية التانية برضو فاعل وصيغة تفضيل بين اتنين، خلاص ومعناها كلما. هنا بقى أنا عايز صيغة تفضيل بين اتنين، فما اختارش the most، هختار the more. The more هنا بين اتنين وهنا بين اتنين. دي كانت يونت 11. تعالوا نشوف مع بعض الـ open general بتاعت يونت 12. أول جملة بيقول the journalist knocked the footballer to ask exactly how he had broken his ankle. بيقول الصحفي وقف الفوتبولر أو اعترض طريق الفوتبولر الراجل لعيب الكورة عشان يسأله ازاي أصاب الأنكل بتاعه أو الكاحل بتاعه. فهنا مش معناها إن لعيب الكورة كان بيتكلم، هو معناها إن لعيب الكورة هو وقفه في الطريق، فهنا بنقول interrupted يعني قطع عليه اللي هو كان بيعمله، أيا كان اللي هو كان بيعمله. تمام؟ We are having a lot of not with the new computer system. إحنا دلوقتي مع الكمبيوتر سيستم بتواجهنا مشاكل أو أزمات أو صعوبات كتيرة. طيب ينفع أختار problem؟ لا، لأن problem مفرد لازم على الأقل تحط لها اس، يبقى a lot of problems مثلا. طيب إيه الحل؟ ناخد حاجة تنفع تبقى uncountable، لأن لو هي uncountable ما متحط لهاش اس أو حاجة وتيجي بعد a lot of عادي. trouble ممكن تيجي ليها معنى uncountable برضو بنفس المعنى اللي هو مشكلة أو أزمة. ف we having a lot of trouble يعني بتواجهنا مصاعب أو مشاكل كتير مع الكمبيوتر سيستم وتنفع عادي. The man disappeared in an odd way the police can't find him. الراجل اختفى والبوليس مش قادر يلاقيه، يبقى هو اختفى في أو بطريقة غامضة in a mysterious way. خدوا بالكم من حرف جر كده اللي هو in، لما بقول in a way يعني بطريقة معينة، وحط أي صفة in a fashionable way لو هو بنتكلم على لبس، in an old fashioned way، in a mysterious way. تمام؟ يبقى in كذا way يعني بطريقة، حرف جر in. هو هنا انتوا مش تركزوا عليه مش السؤال مش عليه بس هو مهم. She is still deeply not about her uncle's death. هنا عايز اقول عليها هي حاسة بحاجة، هل هي still deeply upset زعلانة hurt متعورة أو مجروحة interrupted متقطعة intense يعني عصبها مشدودة about her uncle's death. مين اللي فيهم بياخد أولا؟ يعني عندنا مثلا الأولى والتانية ممكن ينفع، التالتة والرابعة لا. مين فيهم تاخد about upset؟ upset about يعني زعلان من الحاجة اللي فاتت، حاجة معينة، لكن hurt ما بتاخدش about. ماشي. The road sign أو signs were very not so we got lost. إذن ال road signs كانت وحشة، كانت confusing، كانت محيرة، عشان كده احنا تهنا احترنا وتهنا. The population in Egypt is really not along the Nile banks. البانكس بتاعت النايل اللي هي ضفتي النايل، كلمة banks دي مهمة مش بنوك، هنا معناها ضفتي النيل. طيب في بقى الفعل بتاع concentrate، مش concentrate يعني يركز دماغه بس، ممكن تيجي مع أفراد متجمعة في حتة فنقول عليهم concentrated في الحتة دي، يعني متمركزين أو متزبطين هم أكتر حاجة في الحتة دي. زي المثال ده إن معظم population بتاعت مصر على ضفتي النيل، خلاص concentrated along the Nile banks. The second part of the film came out after a lot of 7 years. بعد مدة غياب أو مدة ما فيهاش حاجة من الفيلم ده، فدي تعتبر gap of 7 years. My doctor has been not me to the dangers of not getting enough exercise. الدكتور مسكني وعمال يقول لي إيه مخاطر إن أنا ما بعملش تمارين،
فعمال يقول لي كتير ده اسمه بيديني محاضرة lecturing me، بيقعد كده يشرح لي ويديني في المحاضرات. While watching the play, the spectators were not back to the 15th century. أثناء فرجتهم للمسرحية المتفرجين انتقلوا إلى القرن الخمستاشر. طبعا هم محدش شالهم وداهم، ولكن هم بسبب دخلوا في أحداث المسرحية والتمثيل كان حلو وكل حاجة، فهم كأنهم دخلوا جوه أحداث القرن الخمستاشر. يبقى هم transported to، انتقلوا. Doctors always warn us about the نقط of smoking. عايز هل السموكينج هيتكلمنا عن فوائده ولا عن حاجات الوحشة بتاعته؟ طيب حاجات الوحشة اللي هي مثلا العيوب أو الـ evils، هنا evils معناها المضار أو السيئات بتاعة السموكينج. كل التانيين دول أو الأولى والتانية دول حاجات كويسة، والـ procedures دي لها خطوات، مفيش حاجة اسمها خطوات التدخين. He didn't know the answer. I have told him several times. هنا برضو زي الجملة اللي جت في الكتاب في الدرس اللي فات، هو معرفش الإجابة بالرغم من إن أنا قلت له كذا مرة. Although I told him. That is the hotel last year. ده الأوتيل اللي إحنا قعدنا فيه السنة اللي فاتت. قبل ما نبص على الاختيارات تعال نقول إحنا الإجابات الممكنة. ممكن نقول where we stayed، وممكن نقول at which we stayed، صح كده؟ ونقف هنا. طيب مين فيهم موجود؟ which we stayed، وممكن نقول which we stayed at، بس ادي طول الثلاث صيغ. الاولى which we stayed غلط، where we stayed at غلط، ما ينفعش تحط where ومعها حرف جر ولا قبلها ولا في اخر الكلام، ولا at which we stayed at برضو غلط، ما ينفعش تحط at هنا مرتين، لو اللي هم قدامنا هنا مرة where we stayed بس، صح؟ تمام. If you not help you, you only have to ask me. يعني لو انت عايزني اساعدك كل اللي انت عليك انك تطلب مني ان انا اساعدك، تمام؟ يبقى if you، لو انت عايزني ان انا اساعدك. If you want، انت عايز، انا I help you. يبقى if you want that I help you، ولا if you want me to help you، ولا if you want I should help، ولا are warning me to، are wanting. لا، هي if you want me to help you. ليه اخترنا me هنا؟ لأن هو انت اللي هو you، ده الفاعل يريد you want، والمفعول me، وضمير المفعول هي me مش I. يبقى if you want me to كذا، يدوبك عليك تسألني. You will get cold without your coat. البسه، البس الكوت. فين التعبير من دول اللي هي معناها يضع الكوت، اللي هي put it on. Put the coat on يعني يرتدي، تمام. Not in Asyut from Cairo. بيقولك هنا ايه المسافة ما بين أسيوط والقاهرة. In is Asyut from Cairo، او تبعد كم أسيوط من القاهرة. فهل اقول how far is Asyut from Cairo، ولا how long، ولا how long away، ولا what distance is Asyut from Cairo. طيب احنا هنا بنسأل عن ايه؟ البعد. فهنقول how far is Asyut، كم تبعد Asyut من مين؟ from Cairo. يبقى how far معناها كم تبعد. بس ليه انا اخترت دي؟ لان هو جاب لي بعدها على طول is Asyut، فهو كأنه بيسأل على بعد Asyut من نقطة معينة، تمام كده؟ لو عايز اختار what distance، هتبقى what distance between Asyut and Cairo. فهمتوا؟ طيب you know drive carefully the roads are wet. هنا بنصحه بقى، بقول له يستحسن انك تسوق كويس لان الطريق مبلول فممكن يعمل حوادث. التعبير انا شايف would better would rather had rather، تمام. هنا بيختبرنا في الابوستروف دي وبعدها better. الابوستروف دي وبعدها better لازم تبقوا عارفين انها اختصار لهاد وليس would. يبقى you'd better اللي هي ابوستروف دي اختصار لهاد better، ودي صيغة بتعبر في المضارع عن النصيحة في المضارع مش في الماضي، ملهاش ماضي. Where yesterday I looked for you everywhere. كنت فين؟ بس where were you، كنت فين؟ سهل.
Not ice cream, like ice cream. هل every children like ولا every child like ولا all children like ولا all of children like؟ طيب دلوقتي every children فيها غلطة، لأن أنا عندي بعد every مفروض أحط هنا child واحد. طيب أهو أهي موجودة every child. لأ every child هياخد فعل مفرد يبقى likes، صح؟ طب all children كل الأطفال تاخد فعل جمع تنفع. طب all of children ما تنفعش، لأن of دي ما بتجيش مع قبل كل حاجة، بتيجي قبل اسم إشارة، قبل ذا، قبل ضمير مفعول، صح؟ لكن ما تجيش قبل كل الحاجات كده، يبقى all of children غلط. لو all of the children تنفع، تمام كده؟ يبقى الوحيدة اللي تنفع عندنا هي C. I'm not home at half past ten. أنا وصلت البيت. هل أقول I come في المطار ولا I was at home، أنا كنت في البيت، ولا I arrive في المطار to home، ولا I go to home؟ طيب I come ما بتاخدش at، ماشي؟ I arrive to home ما بتاخدش كده، هتبقى I arrive to the house مثلا، ماشي؟ مش هتبقى arrive to home مباشرة. فاكرين home في لسه في الدرس اللي فات كنا بن او في اليونت اللي فاتت قبل دي على طول كنا بنقول بتاخد حرف جر ايه؟ at. يبقى I was at home، انا كنت في البيت، ماشي؟ طب go to، لا هتبقى go home على طول، كانت تنفع، خلاص؟ يبقى هو ملاعب في حروف الجر ومبوظهم كلهم، مفيش غير I was at، ودي معناها أنا كنت في البيت، ماشي؟ بس كده. أسامة has not been to أسوان، هنا الأبوستروفي دي has، hasn't been to أسوان ونقطة. neither has علي تنفع، علي hasn't also لا، neither is علي ولا علي isn't to. طيب to و also معناهم أيضا، ليه ما ينفعش اختارهم؟ لان الاثنين دول تستعملهم لما تكون بتعمل عطف او بتقول ايضا على جملة مثبتة مش منفية. طيب امال المنفية عندك لاما either لاما neither، يعني لاما تقول علي hasn't either لاما neither has علي. وانا ليه بختار has؟ لان احنا قلنا هنا الابوستروفي دي اختصار ليه has وبعدين been او المضارع التام، فلما تعمل على الفعل الثاني والجملة الثانية استعمل نفس الزمن، يبقى neither has علي، دي الوحيدة في الاختيارات اللي صح، ودي آخر جملة في الفيديو بتاع النهاردة. رب تبقوا اتعلمتوا حاجات كويسة. زي ما اتنبهت في أول الفيديو، الجروب اللي بدأ جديد، لو أنت مهتم عايز تعرف تفاصيل أكتر ادخل على جروب التليجرام واسأل لو مش عارف تشوف التفاصيل. والمرة الجاية إن شاء الله هنبتدي في يونت 13 مع بعض. أشوفكم على خير.